هو مستهدف طبعا ان كل السفارات تبقى في العاصمه. شغالين على الملف بقى لنا فتره كتير طويله جدا، وجبنا الساده السفراء هنا واعضاء البعثات كلهم هنا مره واثنين وثلاثه واربعه، وتقريبا يعني اذا كان في مصر 150 بعثه فاحنا طلعنا بال 150 بعثه 150 زياره، وغير ان بعض البعثات بتكرر الزياره في مناسبات لزيارات مسؤولين او لتاكيد معلومه او خلاف. احنا بنقوم بمجهود كبير قوي في الموضوع ده، يعني ده حقيقي، بنستقبل سفراء كل اسبوع سفير او اثنين، وده شغلنا خلاص وواجبنا، واحنا بنأديه بشكل كويس. طلبات رسميه تجاوز 60 طلب للانتقال للحي الحكومي، واحنا مش بصدد، في ناس مضت وفي ناس مضت واستلمت وفي ناس خلاص على وشك التوقيع، لكن الهدف الدوله المصريه اخلاء القاهره من السفارات والبعثات واي اجراءات تامينيه محيطه بكل مبنى من مباني السفارات. احنا بنينا 50 سفاره على نموذجين، نموذج 1700 متر كاجمالي مساحه بالسور يعني، ونموذج 1300 متر، والاثنين يصلح اداري وسكني، الاداري لباب والسكني لباب، نماذج جاهزه، جاهزين كنوع من انواع التشجيع لاي سفاره. ترى خلينا واقعيين، بعض السفارات عباره عن شقتين، شقه سفاره وشقه البعثه، رئيس البعثه والباقي بياخد الاونس او بياخد مرتب، واذا في بعض البعثات 3 4 5 6 افراد اول عن اخر، يعني برضو ده من باب التنوع بقى. في رؤيه سياسيه للقياده السياسيه في توزيع لكن احنا كعاصمه اداريه جالنا التكليف، بنينا ونتحمل التكاليف وده دورنا.